سهلة شنو حويلكم لاباس عليكم اليوم كوزينتنا هكا اونكور اون فوا جيناكم اليوم وجبنا معانا حاجات بنين بنين دبرات بنين 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 دو موا انا اليوم اللي بشيتي بنحبو برشا معناها حاجه فيها خيمير نحبها وحاجه فيها شوكولاته نحبها دونك فهمتوا اللي احنا عندنا بلا برينسيبال فيه لي فروي دو مير بون فروي دو مير فيه الشوفريت فوالا وعندنا كوم ديسير الكريب او شوكولا باش نعملوهم فيت شوكولا هي انواع نتاع شوكولا شوكولا بنان احنا باش نعملوها شوكولا بنان باش نطيبوها من بعد في تو نشوفوا كيفاش خاطر عندي الوحده نتاع الكريب هذيك الكريبيير نتاع روس الهوبس تهبل تهبل باش تسهل عليا الدنيا الكل معناها مش في الغاز هوني باش نحطوا غادي باش نعملوا كريب على قواعدها معناها فهمتوا كيفاش كيما باش نعملوا زادة كيف كيف مقرونة على قواعدها واخترنا اليوم لي بات انتغرال نتاع وردة اللي هي بيني انتغرال دونك شنو لازمنا هون شنو لازمنا بصل ثوم كريم ايباس كريم ايباس شوفريت ريكوتا وليبينا فوالا الشوفريت نظفناها وبيان سور تعرفوا كيفاش تنظفوا ما تنساوش تنحيوا الصلصول نتاع الشوفريت هذاك الفوقاني تيخ شويه وقت هي مي لوغو بالحق ورثت ورثت صحيت يستحق التعب اللي باش تتعبوه على خاطره وسبنيخ وقت السبنيخ توا كيما حكيت لكم المره اللي فاتت قال لي باش نجي نعمل لكم سبنخيه دونك احنا وقت السبنيخ دونك نستغلوا الفرصه بيان سور باش نستعملوا اكثر ما يمكن من الخضره اللي تطيب في وقتها لان نحب الحاجات اللي نتاع وقتهم معناتها ماذا بينا كي تلقى وقت السبنيخ نستعملوا السبنيخ قد ما نقدروا شويه خرجي الفريز كيف كيف اعملوا شبعه الفريز شيخو حسيل وهكا ديما كونكت وذ نيتشر وشنو موجود هوني اكثر دونك حطينا الماء صوص هوني تحب تحط صوص هوني داكور اوكي داكور اوكي شيف حطينا الماء وباش نحطوه يغلي هنا دونك بعد ما سخن ديجا هو في البويوار احنا نسخنوا البوالا واول حاجه نبداو بها بالطبيعه هي نسخنوا الزيت نسخنوا الزيت ونحطوا البصل البصل يتذبل معه شويه ثوم معه شويه ثوم والشفريت نكملوا نحطوا الشفريت هكا يتلون من لونها دغري احلى اي وليبينار فما شكون خاطر ليبينار ديجا يعطي برشا ماء من عنده فما شكون يطيبوا هكا ابارون من بعد يحطوا باش ما اما اذا كان تحبوا يقعد هو بطبيعته بكله بالقوه أي. بالمنفعه نتاعو يذبل ما ياخذ اكثر وقت كي تلقاه باش يعطي الماء هو أي. هي من الخضر الورقيه اللي تعطي برشا ماء كيف الطيب هو ديجا سخنتك البوالا حطوا فيها تشيشة الزيت فوالا وباش نبداو بعد ما يسخن شويه الزيت ديجا تلقاها البوالا سخونه الزيت يسخن طول نحطو نذبلو البصل فوالا هاي تفضل هاي مغرفه لله ميرسي وباش نحطو الماء مش الماء باش نملح الماء انت عندك مشكله مع الملح والماء تحط الماء في الملح والملح مع بعض الكل وتحط الماء اي فيس فيرسا من والى حسيت حسو ملحو مليح مليح باش تجي البات بنينه قد ما تتغذى هكا بالبات وتغلي في وسط ماء مالح تجي بنينه بنينه بالبدا باهي دونك ذبلنا تحب نقصك في النار هو النار ينقص الفوق هوني مش اللوطا وفما نوع نتاع ديزاين تحب تلوطا على الاخر هذا اللي طلع الفوق باهي توا باش نبداو نحمرو كعيبات الشفريت دونك اذا كان كملنا هيك ما ريتهمش كملوا هما كيف كيف نفوحوهم في الفلاك حلو ملح اي بيان سور هكا هاو ومن بعد نزيدوا معاهم ليبينار وعندنا هون الكريم ايباس والريكوتا الريكوتا باش نخليوها في الاخر بالطبيعه اي بالطبيعه معناها مش باش نحطوها من الاول وهي تطيب مع الصوص بعد ما نكمل برشا ديجا خاطر ليبينار ملح وليبينار مالح والشفريت والشفريت هي بالطبيعه من الحاجات نتاع البحر المالحه مي ليبينار سورتو كي طيبوا بالليبينار ما نملحوش برشا ما نملحوش خاطر يعطي ملح هو من عنده بطبيعته مالح من عند ربي الماء غلي دونك باش نحطو نرميو المقرونه لي بات انتغرال كيف كيف من الحاجات من لي بات الهيلثي
اللي تنجموا تاخذوهم سورتو الناس اللي تحب تاكل هكا حاجات دي بلا هيلثي وكل لي انتغرال منهم دونك ننصح بيهم بالكدي بالكدي انا فما انواع معناتها تنجم تختار الباني ولا السباغيتي ولا انواع هكاك لومباغا دو شوا وقتها تختار انت شنو تحب هذه خاطر ما فيهش روح تك تك تي في سان في ساعه تحب نعطيك لبينار تفضل نقراو حساب الرياضه بالطبيعه اي بيان سور هكا تو بعد عملنا عرعور ليه خاطر كانه هكا ما طلش فماش ريحه اي هو اليوم ما فهمتش قطع علينا اليوم يخرج يدور يدور هو ايش نقول لك عندك حاجتين يا اما يشم ريحه الماكله حضرت يجي يجري والا يشم هاو حسوا وشي كاين يسمع تحس ميك المقرونه فما مقرونه هي هذا نشوف وقت عم بتعطيك سمر برا زوزرها برا برا عندك شكون معاك اسمع عجبتكش الدوليشه هي تبارك الله زوز لعندي على بنتي تو العشيه بالليك الطيب والعشيه نكملوا الدوره الاخرى عسليمة 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 ما احنا زينها من جبتها الطفلة ايش عملت بها دورة في المدينة سافا حركي سيبي. حركي تشد عين تدبع في اسماعيل شكوني ها عين تدبع في اسماعيل قاتك عسليمة عسليمة تقرب لي ايش البرة تقرا البرة هي عملت دور بها في المدينة هزيت هذا ربط الجناح الاخضر والعشيش نزل ربط المصنع بالزيره وكباب بناره والقصبه ونهج البيشه وكجيت هذوكم الكل باش تعمل دوره في المدينه الكل شفتك تصور بكري عجبتك الدنيا شنو تسمح ليها اصلا عندي تخت المحلى زين هات هب بالهب عايشك شه 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 اي مرحبا بيك تعرف طيب ولا ايه مغرومه بالتطيب ملح على معنا ملح حلوه ما حتى الملح تبعتني تبعتني وقتك تبعتني خاطر الشيف سبيسياليتي تحب تعمل تكمل من بعد في سبيسياليتي نتاع الباتيسري دونك هكا انت قلت لي تحب الحلو اكثر من الملح اما الملح ما يسالش زاده كوم اي بيان سور ميلا يا سيدي احنا باش نكملوا قدامك توا البلا برينسيبال اللي هو عملنا اليوم بيني هنينا على الطفله امها توصي وتعاود ليه تهنى ما جبتها بحذية هاي أحسنها بحذة أمها كيف كيف هكا هاو ومن بعد باش نتعدي ونطيبوا كريب دي كريب شقاو جاوك من حقا احكي لي كيفاش غرامك بالكوجينة والدنيا كي كنت صغيرة مامتي كانت ديما تطيب وانا ما تعملي صغيرة جادور نعمل معها مامتي طيب سورتو دي شوز سكري بالحق اي ذكرتني بروحي وقت اللي انا صغيرة اجا نحكي لك والله ناش كي سمعتهم شي حكيت برشا مرات الحكايات اما جو مو ريبيت كوميم وقت اللي كنت صغيرة كنت نحب هكاك ندخل للكوجينة اجا في توناج وندخل نطيب ميكلا معناتها نطيب نطيب فهمت دونك صحيت على الاخر اما راك باش تكبر باش تولي انت حاسيل واكلي تلموا عندك الناس الكل تولي انت الطيب وانت تعمل الملميت ويتلموا عندك ويحبوا ماكلتك وبرا عاد ما عادش تفضها وقتها ولا باش تبدا اكثر دار فيها ناس هي دارك انت اما كي تبدا تحبها الحاجه تعمل عليها جا اي بون هي تحبها هكا ليش قلت لي انت اي هكا قلت لك فكرتني في روحي على الاخر والله والله بحلو صافي فليزير وعملت دوره في المدينه يا سالتي هي سرعه بالحق والله باهي وشفتك زاده تعمل في دوره هكا بالتليفون وتصور سي بور ان روبورتاج ولا روبورتاج بور لا راديو كاين راديو دون مون ايكول انا اون راديو دونك بور ا لوكازيون دو مانتا دورتي في المدينه حبيت جو في ان روبورتاج صحيح لا سي بيان شنو هي ليكول انتوما روني ديكارت داكور داكور هو نورمالمون راكم تبداو هكا اكثر معناتها بالفرنسي اكثر اي ما انا ديجا تونسيه دونك احلاها الطفله عجبتني احلى زينها تهبل احلى زينك احلى زينك عايش باهي هاو هذه قريبه تطيب تحبوا نحبوا نبداو نعملوا انسالاسيون تاع الكريب في القجر هذاك هذايا اسمك إينيس هكا يا إينيس باش نبداو خاطر مش كاين انا حتى اللي يتفرجوا فينا يعرفوا ضيفتنا شنو اسمها يا إينيس في القزال الفوقاني هذيك فما ماكينه نتاع كريب دونك باش نجبدوها مع بعضنا انا وياك هيا شفتها كنت نحكي لهم عليها قبيله شوي هاي شد هيدي هكا وهيدم هكا اي اون فا انستالي الماكينه هوني اول حاجه
هكا بالعده نتاعها الكلها هذه كي نعملوها هكا زعما اون فا ريوسير على الفير انا جو سي با اما قولي اي جو سي جو سي الحمد لله هي قولي اي خاطر هكا تحس هكا يلزمها باليمين مش باليسار ان شاء الله ان شاء الله وهذه اللي تقلب بها باهي شايفه اهو اوكي باهي للكريب يلزمنا جولدينا داكور يلزمنا عظم بيان سور يلزمنا حليب هاي تفضل عيشك ويلزمنا بون مش يلزمنا احنا اخترنا باش نعملوها بالبنان دونك كريب شوكولا بنان كريب شوكولا بنان صحيت باهي فما زيد السكر فما لي فروي ساك هذوما كونكاسي بنحبوا نحطوهم من بعد نزينوا بيهم واش قولك في الكريمه تارتيني بسبيكولوس والله فكره باهيه يدور لي سبيكولوس والبنان جي حاجه مزيانه مع بعضها واسا سمغيه كومبو داكور دونك هذا هو الاقتراح نتاعنا سينو في لي فاريتي نتاع فانواز راهو عندكم اللي تحبوا عندكم شوكولا نوازيت عندكم ديو حاسيلو انتم واش تحبوا تكونوا تكون الجو نتاع الكريمه تارتيني باهي شنو يلزمنا اخر اي باش نخلطوا الخليط نتاع الكريب الكل باش نحطوا سبع ماكينات اي اون بلوس سا فاسيليت لي تاش والحياه والدنيا الكل جست باش نحطوها احنا باش نحطوا فيها الحاجات اللي باش نخلطوهم اوبلاش وشنو هي كنت طيب كي كنت ماما ميتك شنو هي اكثر حاجه تفكر لي جاتو سورتو بالشوكولا كي كنت صغيره كنت نسال نحبها بون حتى توا مازلت نحب لي جاتو بالشوكولا اي يظهر لي اول حاجه نبداو ديما نطيبوها هي الجاتو مازلت ما وصلتش للمرحله نتاع مثلا تلقى عندك صوص نتاع مكرونه يقول لك برا امشي جوست اصمت المكرونه لا مازلت مازلت هذيك ليتاب الجايه راه عارف ماك في بالك ليتاب الجايه تبدا عندك صوص مكرونه جينيرال ماما ما عملتها قبل وروحت انت قبلها مثلا من القرايه وتقول لك اسمع هكا كمل اصمت المكرونه راه من بعدها انا سي ديما احنا بوستبونيت باش نوخروها شويه الحكايه خاطر صغيرات وكل مي سا سباس كوم سا باهي تحب تجي تقول لنا منال على لي زانغريديون وقديش المقادير بالضبط نتاع الكريب اللي احنا باش نحطوها هوني هكاكا اسهل شوف فما راهو فما اللي شو يحب يباتيوها بيديهم اي بيان سور وفما شكون يحب يحطها هوني دونك في البلندر معناها ازي ويش ازي بالحق كيما تحبوا انتوما اللي اسهل لكم ليكم انتوما ان انيس زعما نسينا حاجه احنا نسيتوا الفارينة كيفاش نعملوها الكريب الفارينة يلزمنا الفارينة نتاع وردة ها اهم حاجه كيما قالت انيس كيفاش نعملوا الكريب من غير الفارينة بلاش فارينة باهي نقولوا على الغراماج اي خدينا 250 غرام فارين عليهم نص ايتر حليب عليهم اربع كعبات عظم شويه جولدينا جولدينا وسكر والسكر بيان سور قد ما تحبوا قد ما تحبوا بيسكو هي سكري دونك نحطوا فيها السكر واذا كان نحبوا اون بات نوتر نجموا نقلبوها مره سكري مره سالي ونجموا زاد نحطوا معاها حتى مع السكر نحطوا بان نحطوا بان سيت سيل اوسي باه داكور هاي نبداو نحطوا الحاجات اللي كيد قبل في البلندر هكيكا ايش تحب حتى انت ايش قاولك ايش انا هاني حطيت الحليب دونك باهي ها باش نبداو نكسر باهي انا المقرونه تاعي طابت حطيتها في البواله مع الصوص نتاعها وهيك جات مشخشخة على الاخر تشوف تشوف ايناس سا دون انفي اي تظهر بنينه يعطيك الصحه يا حضرت سي بون هذيا هذيك حضرت باش تمشي للدريساج واحنا نكملوا العظم باش نقول ايناس تكمل تحط البقيه اللي هو السكر والجولدينا اي شو الكريب راهو في الدار وي دونك اي كمل تحط البقيه اوكي دونك باش كمل تحط الفارينة والسكر السكر اي والجولدينا ما يصيرش راهو مش بال مش بالترتيب عادي مش بالترتيب خلط مع بعض حط اللي يرضك اللي يرضك اللون بعد باش نخلطوه بطبيعتنا هاي هاك سلعة نبي لازم تقضيها الطفلة بطبيعة ميلة ميلة لازم الطفلة هي مش تقضيها بالعكس هنا هكا حبيتها تدخل معانا في الجو تاع الكوجينة وكل هاي الطفلة ظيفة هيك فرحتوني شي بيه هي قوي كلها اسالها هي هي قوي ساعدها ما بين الصعود عايشك صحيت شي لله واوكي زين
تعبيك احنا ايناس لا با دو تو عامله جو اي با دو تو باهي هادي حطوها هوني نلموا هذا الكل تعبيك نسكروا هذي باهي احنا بعد ما نخلطوها الكريب باش البات تجي ناجحه بالكدي بالكدي وكيف نحطوها ما تتنقبلناش وكل هو يلزمنا نخليه وبعد ما نخلطوها تخليوها ترتاح شوي فهمت دونك احنا باش نكملوا نخلطوها خليوها ترتاح نتاع حكايه نصيف ساعه من زمان وبعد نرجعوا باش نخدموا كعبات الكريب باهي انا عملت الدريساج نتاع المقرونه باهي اكزاكتومون باهي نبدا انا رجعنا والبات خليناها كيما قلت لكم ارتاحت شويه تاع نصيف ساعه وكان عندكم حتى اكثر وقت وعملتوها انتم خليوها تتسبك خليوها تتسبك فوالا قد ما ترتاح قد ما تخرج لنا البات هذيك اللي معناتها بالكدا حطينا كيف كيف الماكينه نتاع روس الهوبس سخنت به وعندنا كل شيء هذا اللي باش ندوروا به اللي لازمنا ديجا نحضروا له صحفه بالماء هكا خاطر هو بالسخانه باش تشد شويه فيها شوية. تلصق دونك ديما عندنا هذه الماء وهذه اللي باش ندوروا بها الكريب باهي نبداو اسمع ادعيوا معنا يا جماعه اللي تفرجوا فينا واللي وهوني باش الكعبه الاولى تطلع صحيحه خاطر ديما تعرفها كي ديما كعبه تجي غاتي كعبه الاولى لي ميرسي عليهم الصغار كيما توا والله هكا ما ميرسي ميرسي والله هكلي حتى مازالوا عندهم لافي ما شبه وحليها باهي هيا يا سيدي باهي نجربوا احنا هكا يزي زعما حطوا تشوف حطوا واحد اخر كيفو حطوا واحد اخرى كيفها لوش اخرى داكوغ دونك لوش اخرى ومن بعد باش نستعملوا العصا العجيبه هذه باش نعبيو كمل الدور يزمى الدور اي هما يدوروها الكل اي هما اخي تصورني انا ندور فيها معناتها هكا هكا باش تبدا الفورم الكريب عند الفورم تاع الماشي فوالا يظهر لي هوني ياسر ايباس ينيس هما مش يخرجوا طب انت قد ما خل نقصدوا ربي خلي فم خليها بحذية وين خليها دي ساعه انا عملت الكعبه اللي قدامها في بالي باش تشوف كيفاش باش تعمل دوليشه وبديو تهز هالدا بن عبد الله تربط البي دال الاسري يخلصوش ما شاء الله اي طب ربي جبتها لهوني باش تخرجها من غير ما تاكل حاجه ليه وانا نخرج هنا اي باهيشي بيكيكا قلبي قرب دم انا من قبيله نقولها بنت راني جوع تمشي ليه انا خاطر هذه خاطر تحب لك هي قالت لي نحب الباتيسري دونك انا قلت برا خلينا نكملوا نحضروا لها كعيبات الكريب باش تحضر عليهم مسكينه ايه ونلف لنا زوي كعبتين اخرين نقعدوا شي من بعد نطلعوا قدام في بطحه الزديز ناكل انا وهي كيف انا كيف شويه انا نحب نقعد ناكل شويه كريب ومن بعد كنجموا نمشيو هذه عمرت هي عمرت الكتاك انا نعرف لا 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 انا نحب نقعد انا نعرف عقارها راس بنتي الغالي انت ما تعرفيش انا عقارها نعرفها كان انا راني ما تعرف ما تعرف عقار كان صاحب العقار والله لا نحب البنيات انا ماذا بيا راني عندي زوز بنات السيده المنوبيه وليد شايفه عندي زوز بنات لا 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 ربي فضلهم الزوز هيا ظهر لي جات ناجحه العمليه دونك جوست احنا نستناوها ومن بعد ندوروها على الشيره الاخرى الحاجه الباهيه اللي السخانه تقعد كونستانت مش كيما سخانه الغاز معناتها ما خاطر في الغاز دانكو تسخن برشا البلاك وتنجم تحرق ولا تنجم تغمق ولا حاجه هو يعطيه الصحه اللي يطلعها كما تبقى الملسوقه تنجم تضرب عليها حتى الملسوقه هذه والله فكره بالحق اي تنجم تضرب عليها الملسوقه العام الجاي قلت ربي نقدم الزنقه هنا ويكون بيقعد ملسوقه سي يا ربي تعرفش كيفاه يا جماعه احنا نكملوا كعبات الكريب نتاعنا بالكعبه بالكعبه ومن بعد نحطوا لهم السبيكولوز والبنان فوالا اخترنا كيما قلنا لكم اليوم الكريم اتارتيني سبيكولوز هاكا نذوبوها ونقصوا كعيبات البنان ونزينوا بالنوازيت كونكاسي نكملوا نخدموا ساعه كعيبات الكريب نتاعنا ونرجعوا لكم شويه اخر كان هكا تحضروا على شويه هكا دريساج والطاوله مع بعضهم اي اتوتالور 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 غي جايني السوق هذه زعما تصير حتى يبقى سافا سافا نبي عجبتك بيا الحلقه باهين الكوليس
عمل جو معنا جاي لبالك اللي هما نصوروا كيكة احنا حلقة لا بادو تو بالحق كي كنت صغيرة نحسبكو جينا بالحق تمشيو طيبوا فيها بالحق الوغ كي هو ستوديو ستوديو اما انت كي تتفرج في الكرزة بالحق تشوفها كوجينا بالحق وباهية الاكسبيريونس اي جي ادوري اما ليه طيبنا بالحق راه قول لهم اي ليه بل بيان سور هكا عندنا شاهد راه يا جماعة هكا عندنا شاهد قولوا لي احنا طيبنا بالحق طيبنا بالحق دونك تو باش تمشي لليكول وباش تحكي لهم على الاكسبيريونس الكل ولا تو فا اكخير ولا كيفاش ان فيت باش نكتب ان ارتيكل و جو في لو ليغ و بيان سور صحابي سون كوران اللي مشيت في التيلي وفي ستوديو في نسمة وين اللي درت فيك المدينه والربتي ها الوعد الوعيده والهمله زبيده وين تسمع فيا لي ها مكتوب عليا نقرب سقي قطعتهم وديتهم له مرقه اي بيلا اي ني سوينا شي نزك علاش ما تفهمنيش ما تركي هيا هيا بدك تحط لنا هالنقطه خلينا نمشي بدك تحط بالطفله خاطر تكتب عليا ليه ليه انا حبيتها جوست هكا تعطينا فيدباك خاطر مش ديما يجيونا لي جيست احنا الجيست ديما مربوطين برمضان دونك انت من اللي جيست القلائل اللي جاوني مش في رمضان مرحبا بك ديما عايش تحب تجي كتعرف الكوجينه وين وتعرف كيفاش ندخلوا لها زاده كيف كيف اي ان شاء الله تكون عجبتك بركه الاكسبيريونس ادوري فوالا وان شاء الله يا ربي تعمل اللي تحب عليه الكل عايشك واللي تحب تعمله الكل وتنجح وحسين والباتيسري والقرايه في سكو تو ام سورتو سورتو خاطر تنجح ياسر في الحاجه اللي تعملها وتحبها داكوغ 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 باش تنجح عاد خذ باش تعملها شويه لهني في الدار عندي. تعمل وين تحب انت عندي انا مش عندك انت طيب لها بركه احنا هكا نكونوا كملنا حلقتنا لليوم واللي اقترحنا عليكم فيها بيني انتغرال بالكروفيت والابينار ومعاهم الكريب بال شويه كملنا بالفيكولوس بسبيك يقول لي يا بني الفيكولوس وبنان نتلاقاو غدوة إن شاء الله نفس الوقت هذا على نسمة ما تنسيوش تتابعونا احنا سلامة وسوكم برشا ونسلموا عليكم في لمين هاي حطوا الطفلة هز صاحبتي يا بنيتي هاي